باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أظن سؤال بديهي دلوقتي، إذا كانت النعمة حلوة قوي كده ونعمة مقدمة من المسيح لكل البشر من خلال التجسد والفداء والقيامة، ونعمة خاصة مقدمة بالروح القدس لأولاده كل واحد على حدة بالمواهب والإمكانيات والأبوة الشخصية والرسالة، دي نعمة خاصة وطبعا بتفرق من واحد للتاني. طيب أنا عاوز النعمة دي، عاوز أعيش غني بالنعمة، عاوز أتقوى بالنعمة، زي ما بولس قال لتيموساوس تقوى يبني بالنعمة. هيجي السؤال الطبيعي التلقائي دلوقتي، أوصل لها إزاي؟ إزاي أتملي نعمة؟ إزاي أغتني بالنعمة؟ إزاي النعمة تبقى فعلاً مالية دماغي وقلبي وحياتي؟ ما هيش كلام نظري، لأن هي مش نظري خالص على فكرة، هي مش نظري، إحنا اللي خليناها نظري، هي حقيقة روح القدس جوانا بجد، بس كم واحد مستمتع بيه؟ كم واحد عايش في غنى نعمة القيامة مثلاً؟ فدي حاجة ممكن تبقى very practical. وبالتالي أنا بدور دلوقتي في الحتة العملية، كأن السؤال دلوقتي أنا عاوز أخد النعمة دي، أنا عاوز أبقى زي بولس، عاوز أبقى زي موسى النبي، الناس دي كلها استخدمت كلمة النعمة، عاوز أبقى زي دانيال، دانيال كان واخد نعمة وقال له كده رئيس الملائكة أنت واخد نعمة. طب عاوز أبقى زي العدرة بقى ممتلئة نعمة، دي معدة إيه؟ الناس دي بشر خدوا نعمة. طب في مداخل؟ طبعا في مداخل، فاحفظوا معايا المداخل، أنا هحفظكم أربع كلمات، وكلمات سهلة قوي بس صدقوني هي عملية مش نظرية، في الآخر هتقولوا لي ما الكلام ده عارفينه قبل كده، بس احنا ما اشتغلناش عليه كفاية. عندنا قاعدة قالها القديس يعقوب، المتواضعون يعطيهم نعمة، يعقوب 4، وبيكلم عن الروح القدس يقول يعطي نعمة أعظم، يعني الروح القدس عاوز يدي نعمة أكتر من الدنيا بكتير. قديس بطرس قال نفس القاعدة في رسالته وقال اخضعوا للشيوخ، خليكم دايما خاضعين بعضكم لبعض، خلي التواضع لبسكم، لأن ربنا بيقاوم المستكبرين. يعني أول قاعدة نطلع بيها قلة النعمة تساوي كبرياء، فلما تقول أن النعمة بحسها فين وفين قليلة، العيب مش في النعمة خالص، في الاستقبال، أنت مش بتستقبلها لأن في كبرياء جواك. القاعدة تاني المتواضعون يعطيهم نعمة، يبقى دي قاعدة متكررة عند أبائنا الرسل لأنهم اختبروها ودقوها، وتنطبق على كل شخص جه في الكتاب المقدس ذكرت فيه كلمة نعمة، لازم تلاقي الشرط الأول أو المدخل الأول التواضع. كل فكر تواضع وكل موقف تواضع يجديك نعمة. تاني أقول الجملة دي يا جماعة، كل فكر تواضع، يعني في اللحظة اللي انت حاسس انك أقل من الناس دي كلها وبتحبهم، ده اسمه فكر تواضع. في اللحظة انك حاسس انك زيك زي التراب اللي انت ماشي عليه، فكرة هتاخد نعمة في اللحظة دي. في اللحظة اللي بترجع لورا ده موقف، وبتطلع اخواتك قدام ده موقف تواضع، انت واخد نعمة في اللحظة دي. فاهمين؟ إذن الكلام ما هوش نظري، كل فكر تواضع وكل موقف تواضع بيديك نعمة. فعشان النعمة قليلة يبقى الأفكار بتاعت التواضع قليلة، والأعمال أو الاتيتيوز اللي فيها تواضع قليلة. ومن العذراء قال عليه نظر إلى التضاع أمد، قلة كلامها تدل على تواضع، تذكرها أنها أمت الرب خدامة وعاشت بنفسية الخدامة عند ربنا وعند عيال ربنا، عاشت بالنفسية دي خلتها فوق السماء لأنها متواضعة طول الوقت، فكرها كده. طبعا كونها تروح تخدم إليصابات ده تواضع عجيب، بعد ما كانت قاعدة مع رئيس الملائكة بيقول لها أنت هتجيبي ربنا، حاجة مش تفهمش حتى، لكن هي كل حياتها تواضع. كلنا بنصلي المزمور 50 وبنقولها، بنفكر نفسنا القلب المنكسر المتواضع يعطى نعمة، هي معناها كده، لا يرزل الله، يعني ربنا ما يقدرش يكسفه، هيديك أغلى حاجة اللي اسمها نعمة. وجدت نعمة لأن قلبك مكسور جواك،
متواضع. وكلكم جربتوا لما تصلي بحرارة وانت حاسس انك وحش مكسوف من نفسك، اليوم ده بيفرق، وممكن تفاجأ بمعجزات او استجابات بسبب الموقف ده. التواضع كمان معناه انك تبقى حاسب نفسك خدام للناس مش رئيس على الناس. انا بستغرب ان خادم بيدور على لقب جوه الخدمة، على مركز في الخدمة، عاوز يترقى في الخدمة. ده ما فيهوش نعمة خالص، ده ممكن يبقى جوه الكنيسة بس ما فيهوش نعمة، ضيع من إين نفسه العظمة بتاعت النعمة، لأنه بيجري على لقب أو مركز. هنا من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للكل خدام. الكاهن خدام طبعا، وماله؟ أنا مرة قاعد مع مطران كبير أصر يغسل طبقي، سيدنا ما ينفعش، قال لي أنا راهب، ده قانوني من صغري ما بغيروش، بدل قاعدين بناكل ومعناش حد أنا قدام الناس يعملوني مطران، لكن أنا راهب. بصوا، وطلعة بتلقائية حقيقية، مش بيعملها معايا أنا، بيعملها مع أي حد، لأنه هو داخليا أنا خدام. من ساعة ما دخلت الدير قالوا لي أنت خدام للناس. اللي بقى عايش كده ده في السماء، مخه في السماء. التواضع ده معناه إحساس بعدم الاستحقاق مستقر، وده ملوش علاقة بصغر النفس والعقد يا جماعة، لا، ده واحد نفسيته حلوة لكن حاسس أنا استاهل أخدم كتير عليا قوي الكلمة دي، وأنا استاهل أتناول، ما يحطوني في أي حتة في الكنيسة بس يا ريت أتناول. يبقى دايما شايف إن الموضوع أكبر منه، عنده طاعة بسهولة. خدتوا بالكم بطرس ربطها بالطاعة إزاي؟ قال اخضعوا، اخضعوا، سهلة قوي، عشان دي مرتبطة بالتواضع. متواضع يقول حاضر بسهولة جدا، ما عندوش أزمة. اللي بيجادل وبيقاوح وبيزعل لأنه ما خدوش بكلامه عنده أزمة، نقصه لسه كتير. طبعا التواضع بيبان كمان إنك ما عندكش روح إدانة، اللي هي النظرة بقى اللي كنا بنحكي فيها. أنت شايف الناس حلوة، أنت بتحكمش على حد، كتر خيرهم اللي جم المؤتمر واستحملوا الجدع ده، كتر خيرهم ان هيصحوا للقداس. انما في واحد بالعكس بقى، ده قاعد تحت يشرب شاي، وده يتحسب خادم ازاي؟ هو الحقيقه انت اللي ما تنفعش خادم عشان قاعد تحكم على اخواتك. فاهمين الفكره؟ فالادانه دي ضد التواضع خالص، زيها الغضب. اللي بيغضب كتير نقصه تواضع كتير. اللي مش راضي عن حياته كانه زي اللي شايف نفسه انا استاهل اكتر من كده، والحقيقه انت ما تستاهلش حاجه، لا أنا ولا أنت نستاهل حاجة. فأنت اللي فيه كويس، اللي فينا ده نعمة على فكرة. فكونك متذمر يبقى ناقصك تواضع كتير. المتواضع كمان عنده احترام وتقدير ومشاركة سهلة لكل الناس بوداعة. أحد القديسين قال الوداعة هي ترجمة التواضع من بر، هي الترانسليشن الطبيعي للتواضع الداخلي، إن من بر وديع، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، لطيف مع الكل، وديع، ده إنسان مريح للكل، حدش بيتضايق منه، easy going خالص. يعني من علامات التواضع إنك أنت مبسوط، أي حاجة تبسطك بتشكر بسهولة، راضي، شاكر فعلا، وفي نفس الوقت مش بتحب تظهر، ما عندكش الحتة دي، بتميل إنك تختفي، ومش وبجد مش تمثيلية. وفي واحد يحب يختفي وبعدين يقول ما عندهمش نظر ولا ايه، انا قاعد ورا مش ياخدوا بالهم. انت مكعبل فروحك ليه؟ عاوز تبان اقعد قدام، ما تقعدش تكعبل بدل نفسك تبان. لكن لا، المتواضع بجد يحب. لانه مره خادم قال لي انا عملت متواضع، فايه خليت حد ياخد كده كرامه الخدمه مع ان انا اللي تعبت فيها، فلقيت الناس كلها مدحته فتحرق دم. طلع ان هو عمل حاجة هو مش قدها، يعني ايه؟ قال لك هشتغل زي القديسين بقى، اللي ايه يعني يدوا الفضل للناس تاني. فلما لقى الناس بتمدح شخص غيره بقى متغاظ جدا، انا رحت فين في الشغلة دي؟ ما انت حبيبي مش متواضع، انت بس رسمت المنظر. لكن تاني مدخل، مدخل النعمة ابسط واسهل مدخل تطلبها. النعمة تنطلب، النعمة ضيف رقيق جدا لازم تعزم عليه كل شوية، تقول يا رب اديني نعمة،
نعمتك يا رب وتشكر النعمة، تبقى بتشكر نعمة ربنا. عشان كده بولس يقول مدح مجد نعمته، يعني طول ما انت بتقول له كتير عليا نعمتك هيديك تاني، وطول ما بتقول له اديني نعمة رب يديك، لكن انت شايف نفسك كويس ما تاخدش خلاص، ما قلتش اتفضل ما يتفضلش، النعمة ما تدخلش غصب. فسروا الآباء ان كلمة اسألوا تعطوا، لان دايما دي عاملة لي أزمة مع ناس يقول لك الآية دي مش شغالة، انا بسأل ما باخدش. يا ابني انت مش فاهم، هو مش بيكلم على الفلوس والعروسة والشغل والكلام ده، بيكلم عن النعمة. هنا بيكلم على النعمة، الآباء فهموها كده، لان النعمة بالنسبة لهم كلمة كبيرة قوي، معناها كل امكانيات ربنا معاك. فلما بيقول لك اسألوا تعطوا يعني اطلب النعمة تاخدها، خبط على باب النعمة يفتح لك، لان اي اب يحب يدي اغلى ما عنده لعياله، اغلى حاجة عند ربنا الكلمة دي، نعمته. نعمته دي بقى احنا عندنا نقول الصبح خد عندك الغفران والمصالحة والأبدية والقداسة، مش ده كله نعمة؟ وده يقارن بقولة مشاكل وفلوس وكلام خيبة. الصلاة بتفكرنا ان لما بولس قال الآية دي كان قبلها عمل ايه؟ تضرعت الى الرب 3 مرات، بس هو كان بيطلب حاجة جات له حاجة تاني، قال له ايه؟ خد يا حبيبي نعمة زي ما انت عاوز لانك بتصلي، لكن خلي الشوكة، خلي شوكة الجسد ومعاها نعمة قد كده. فقال له خلاص موافق، موافق على الديل. بعدها قال أصر، خلاص أنا موافق جدا، أنا كسبت، أنا كنت بقول له شيل الشوكة شيل الشوكة شيل الشوكة، وعمال يصلي بحرارة قوي، فسابه يصلي بحرارة قوي وقال له إيه؟ المكافأة للصلاة نعمة، لكن خلي الشوكة. قال له خلاص موافق، جميل قوي كده، خلي الشوكة بس أنا عاوز نعمة. أدرك معنى النعمة، إنها sufficient، إنها تكفية ومعزية ومشبعة. فقال له تكفيك نعمتي، مش عاوز أكتر من كده. فبكل سرور، بص بقى، اقتنع أن النعمة أهم كتير قوي من نوع الطلب اللي كان عاوز يطلب. الصلاة بين أن المسيح، لأنه فاهم يعني إيه النعمة أكتر واحد، نعمة ربنا يسوع نفسه، قال لو تفهموا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. لأن اللي عارف يعني إيه النعمة، خط مفتوح مع السماء، تبقى السماء كلها شغالة معاك، ده ما يبطلش صلاة، لأنه هيفضل ياخد نعمة على طول. طبعا كلمة الصلاة دي تحتها كل حاجة تسمعوا عنها في الصلاة، 6 كلمات كده نرصهم: صلاة يسوع تجيب نعمة، المزامير تدي نعمة، تسبيحة بتجيب نعمة، القداسات طبعا مليانة نعمة، الخلوات على فكرة، لأنك بينك وبين ربنا لازم تاخد نعمة، السهر الروحي إنك تيجي على نومك شوية وتقعد مع ربنا، كل دي مجالات للنعمة. عرفتوا ليه إن إحنا فقراء في النعمة؟ لأن الكلام ده مش واخد حقه، بس لو واخد حقه هيبقى الحال أحسن من كده كتير. كلنا محتاجين. يبقى أول مدخل تواضع، وتاني مدخل الصلاة، ثالث مدخل للنعمة المحبة. هفترض انك انت مالكش في التسبيح، ووقفتك في الصلاة على قدك، ووقتك مع ربنا مش كفيل قوي، اقول لك مدخل تاني سهل، بس ما فيش حاجة تلغي الباقي. خلي بالكم، اللي بيحب الناس قوي بيجد نعمة، اصل ربنا بيموت في الناس، فلما يلاقي واحد ناسي روحه في خدمة الناس بدون غرض يجد نعمة، يدلدق عليه نعمة. يلاقي واحد سخي وكريم بيحب يفرح كل الناس يجد نعمة. طب تقول لي ما صامش كتير، معلش دي معوضة كتير. إذن المحبة مدخل للنعمة. فسروا الآباء المزمور بتاع ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب، كان الطيب ده النعمة. أول ما يلاقي ناس بتحب بعض قوي، بيحبوا بعض بجد، وإخوات في بعض قوي، وبيخافوا على بعض قوي، وكل واحد بيقدم اخوه على نفسه، يدلق بقى النعمة، تتفتح المخازن كلها. احنا بقى مش حريصين على المحبة، تلاقينا بنتكلم على بعض وبناكل في بعض، كل واحد شايف روحه صح بس خلاص، وراحت النعمة من الخدمة. انا بقول لكم وانا بتفرج من بره، انا شغلتي بتفرج،
في فرق بتجري عشان فيها الحتة دي، بيحبوا بعض بجد، وعشان بيحبوا بعض بجد البرودكتيفيتي واضحة، النعمة واضحة، هي مش أزكى من غيرهم على فكرة يعني، ولا إمكانياتهم أعلى من الفرق التانية خالص، لا هي في نعمة في الحتة دي، في نعمة عشان بيعرفوا يحبوا بعض. الحتة دي ما فيهاش ريحة النعمة، واقفة خالص. ليه؟ لا بيصلوا كويس ولا عارفين يحبوا بعض. هتيجي النعمة منين بقى؟ المحبة، لما بيقول بولس اللي فاهم كويس مفاتيح النعمة، والراجل ده مليان نعمة طبعا، ده أكتر واحد اتكلم عنها وحاسسها، بيقول فوق أي حاجة، above all things put on love، البسوا المحبة لبس، عشان يبقى عندكم سلام وتبقوا عايشين حياة شكر، وده المجال اللي تاخدوا فيه كل النعمة. المحبة دي لا تسقط أبدا، بمعنى never fails، يعني لازم النعمة تتجاوب مع المحب. لما تلاقي حد بيعرف يحب، يحب دي يعني يستحمل ويسامح ويعذر ويخدم ويستر، وما كل بقى أفعال المحب، مش وقت الكلام، لكن انتوا فاهمين ان المحبة دي كلمة كبيرة قوي تحتها أفعال كتير قوي. أقول منها احتمال الآخرين، ما أسهل انك تثبت حقك انك صح والتاني غلط، بس فقدت النعمة، وما أجمل انك تحتمل ضعف اللي معاك وما تشاورش خالص على غلط، وانت بتحتمل بتجد نعمة، بتلاقي بركة ما كانتش عندك، لأنك خدت موقف مختلف، خدت موقف ربنا اللي مستحمل كل البشر. لما بتتعب من غير ما يبقى لك مصلحة شخصية، أي تعب مقدس ومش عاوز منه لا كلام ولا مديح ولا فلوس ولا مكسب، تأكد أن ده يديك نعمة. التسامح والغفران بيدي نعمة فوق العقل، يعني كل ما افكر في الغفران بلاقي الشخصيتين دول قدامي، داود ازاي سامح شاول؟ طب هقول بشالوم ابنه حتى منه، لكن شاول عاوز يموته 15 سنة وشوه سمعته وزله، وبعد كده بيحبه وبيبكي عليه بجد، وجد نعمة مش عادية. داود، يوسف نفس الكلام، ازاي يحب اخواته بعد ده كله؟ فوجد نعمة بقى مخلص العالم. إذن الناس دي عرفت مفاتيح النعمة صح. رابع مفتاح أو مدخل للنعمة، الإيمان. بدون إيمان لا يمكن إرضاء. لو مصدق أن في حاجة اسمها نعمة وبتطلبها بثقة، لأنك عارف أنك محتاج قوي النعمة اللي تشيل منك الكآبة وتشيل منك الخوف، تنجحك في خدمتك، تحدد لك رسالتك، كل ده النعمة تعمله، هتلاقي إله كل نعمة. إله كل نعمة ده تعبير جميل قوي، the God of all grace، اللي دعانا ان احنا نبقى قديسين ونشتغل معاه، مجرد تتعب شوية في الصلاة، في المحبة، في الخدمة، بعدما تألمتم يسيرا على قدكم يعني، يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، دي كلمات كلها، ده عمل النعمة بقى، يديك بقى الثبات والكمال والإمكانية والتكميل كل دي هتاخده. بس لو انت مصدق، انت بتطلب بإيمان وانت عارف انه في نعمة في الموضوع. انا اختبرت الحتة دي، انجاز التعبير، لان بتحط في مواقف احيانا لازم اتكلم وانا مفيش ولا حاجة في دماغي، اما ارهاق شديد اما ملحقت احضر، واقول له بس يا رب اديني نعمة، الناس دي ما تتظلمش بسببي، وفاجأ الناس استفادت، لا عارف انا قلت ايه ولا قلته ازاي، انجليزي ولا عربي، بقى افاجأ ان الناس استفادت، وانا زيرو، لا حضرت ولا مركز، مجرد بقول الجملة دي بقى افاجأ انه ما كسفنيش. دي عاوزة ثقة، عاوزة واحد متأكد ان ربنا سامعه فبيرمي عليه بجد، مش شطارة، وزيره مفلس بجد، بس عنده ثقة ان ربنا يحب يشتغل. بصوا الآية الغريبة دي، كمية النعمة اللي فيها، بصوا الإيمان بيعمل ايه. بالإيمان قهروا ممالك. ممالك كلمة كبيرة قوي يعني، صنعوا بر، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. كل ده اسمه نعمة، ده دور إلهي. كل ده كان مفتاحه كلمة إيه؟ through faith، عندهم إيمان، عندهم ثقة
بيعملوا حاجات مش طبيعية فوق المنطق وفوق العقل، عشان عارفين ان ربنا موجود وسامع وبيشتغل مع أولاده مش بيكسفهم. متأكدين، كلمة إيمان يعني أنا متأكد سامعني ومش هيكسفني، لأني مش بطلب غير حاجته، مش بطلب حاجة للنفس. لما جو الليتورجية عموما، جو القداس يا جماعة، ركزوا على كلمة أمين اللي بتتقال كتير، لأن هي دي الجو اللي بيجيب النعمة. القداس كله نعمة على فكرة. تلاحظوا أن أنتوا كشعب عندكم ثلاث كلمات أو كلمتين ونص، أمين كرياليسون، وبعدين قبلوا بعضكم، حط الثلاث شروط للنعمة. أمين الإيمان كرياليسون، دول بتاع المتواضعين اللي حاسين غلابة طالبين رحمة، وقبلوا يحبوا بعض بجد، خد نعمة زي ما أنت عاوز بقى. وكلمة خارس اللي هي إفخارستي، خارس يعني نعمة، فإحنا أساساً بناخد نعمة كبيرة قوي في وقفة القداس وفي التناول، لأن أنت ما بتقولش غير المداخل. أنا مصدق يا رب، أنا مكسوف منك يا رب، أنا وحش قوي، وبعدين أنا بحب الناس دي، أنت كده واعي قوي، أنت شاطر، كنيستنا فاهمة النعمة تيجي إزاي. الإيمان بيترجم دايما بدرجة الاتكال اللي هي في الخلوة بقى، درجة التسليم، درجة انك رامي على ربنا. دي درجة على فكرة، من زيرو لتان مثلا، قد ايه مسلم ومتكل وسايب حياتك في ايده خالص. ده مش وعظ، ده مش نظري، دي حاجة جواك بجد، وممكن تكبر مع الايام وساعتها بتاخد نعمة اكبر. كمان كل وعد انت واثق فيه، ما اكثر الوعود اللي في الكتاب. القديسين العظام اللي وجدوا نعمة كانوا مصدقين اللي بيتقال له، لما بيتقال له انا معاك خلاص ما بيشكش لحظة، مش هسيبك يبقى مش هسيبك، هتعدي يبقى هتعدي. فتلاقي الناس دي ما بتتهزش ابدا. ليه؟ عشان الرصيد اللي بيهم. اذا نراجع اولادي مداخل النعمة، على الأقل احفظوا الأربعة دول، ودول مش وعظ، كل واحدة منهم لها أبليكيشنز واضحة. خليك متواضع، تعود تزود صلاتك شوية، حب اللي حواليك قوي، صدق صدق أن ربنا عاوز يديك نعمة وأنه بيحبك بجد، هتلاقي أنك بتزداد نعمة، وساعتها يبقى لك حياة زي بولس، زي دانيال، زي موسى، لإلهنا كل مجد وكرم. تفضلوا نصل. أبو لي راعين فلا يعوزني شيء، وإن سرت في الوادي أو في ظلال الماء فلا أخاف أبدا ما دام لي، ولا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع، فلا أخاف أبدا ما دام لا أخاف أبدا ما دمت مع يسوع، من روحي كملني سرور ساعدني كي أمشي في النور، احفظني من كل الشرور. يا يسوع من روحك ملأني سرور ساعدني كي أمشي في النور، كل الشرور نجي نفسي يا يسوع. إني واثق بربي واستضيق
واحد يطلب نعمة من ربنا تملى حياته. امتلكني وتصرف فيا الياس، انت بعينيك شايفني ابنك. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا الياس، انت بعينيك شايفني ابنك. وفتح لي حضنك وشايل من الخوف، وبكل وعد منك بهزم ربوات وقلوب. وفتح لي حضنك وشايل من الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم وقلوب سنيني وضعفي. واسمع وعايز
شراب وما في زغي يروين سندني وضعفي واسمع بصر رغم الخطية هرجع بدموعي أترجاك مستن كل واحد يطلب نعمة للمسؤولين عنه في حياته وفي خدمته. أنتظرك يا رب، أنتظرك يا رب. فليس لي سواك أنت سند وروحك يقودني وكلامك سرا فليس لي سواك Thank you.
افتح لي عيني، افتح لي عيني، إلهنا طيب، نشكرك على نعمتك، نعمتك كبيرة أوي. نشكرك يا رب أنك بتفتح عينينا على أسرار فيض نعمتك المستعد يخلينا قديسين ويغير حياتنا وينقلنا من جو نفسنا والمشاكل والنظر للمكانة وطلباتنا الأرضية، مشغوليتنا التافهة، إلى غنى السماويات كله، بركات محدش يقدر يفهم أبعادها. وانت داعينا للمجد ده كله، واحنا لسه بنشدك للدنيا ومطالبنا الأرضية. فوقنا يا رب، خلينا ندوق يعني ايه تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. علمنا نتكل على نعمتك، علمنا نطلبها ولا نكف عن طلبها، علمنا نجري وراها ونسعى لها، نبقى حريصين على زيارة كل نعمة ونمسك فيها. علمنا التواضع اللي بيه نجد نعمة في عينيك، علمنا محبة الناس اللي ما تضيعش من قلتها نعمتك وحضورك، علمنا الشكر الدائم، علمنا التسبيح اللائق، علمنا الاتكال عليك من كل الفكر والقلب والقدرة. علمنا يا رب نتشبه بقديسيك اللي عاشوا مليانين نعمة، واثقين في نعمتك، بيتحركوا بنعمتك، بيفكروا بنعمتك، بيحسوا بقلبك، وبيعملوا اللي انت عاوزه بالظبط من حياتهم. أيامنا بتجري مننا يا رب لأننا فاقدين نعمة، ناقصنا نعمة والعيب عندنا يا رب، مش مركزين ومش مقدرين ولا حتى بنطلبها. شبعنا بيك، افتح عينينا يا رب نرى عجائب وكنوز في العلاقة معك. قادر تشيل كل اللي معطلنا عن الانطلاق في الحياة معك، وان احنا نبقى مستكفين بجد بنعمتك ومش عاوزين حاجة تاني. فرحنا بخدمتك يا رب، الخدمة محتاجة نعمة، بلاد واقفة ومشاكل مش راضية تخلص، وخدام مش عارفين يحبوا بعض، وأمور من جوه وأمور من بره، ناقصنا نعمة بسبب تقصيرنا، صلواتنا الضعيفة، جهادنا الضعيف. ادخل بنعمتك يا رب من أجل خلاص الشعوب اللي مستنية تعرف اسمك، أجل كل نفس تأن في عالم كئيب محروم من قيامتك وانت قمت لكن الناس مش دريان.
فتحت لنا يا رب باب السماء، ساعدنا نفتحه للناس كلها. أرسل فعل قديسين لحصادك يكونوا مليانين نعمة، يكونوا أحسن مننا، أكثر تواضعا، أكثر محبة، أكثر خضوع، أكثر صلاة، أكثر إدراك بعظمة المحبة والنعمة وقدرتها. سامحنا على اللي فات وساعدنا على اللي جاي يا رب. بارك كل ما تمتد إليه أيدينا، املانا من روحك القدوس اللي يعقلنا وينقينا ويرشدنا لكل الحق. لأجل أمنا العذراء بركة القديس بولس، معنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، لا تدخلنا في تجربة، بالمسيح يسوع ربنا.